بسم الله الرحمن الرحيم. راح اشرح انا وياكم اليوم الكواجوليشن بروتين او الكواجوليشن فاكتور. قبل ما تاخدوا اللي هم الانتي كواجولانت او الادويه اللي هي المميعات، راح نشرح شوي شو هم هدول الكواجوليشن بروتين، شو هم الكواجوليشن فاكتور، حتى تقدر انت تفهم ادويه التميع كيف بتشتغل. هلا احنا لما بنحكي كواجوليشن بروتين او كواجوليشن فاكتور، احنا بيكون قصدنا عن بروتينات التجلط او عوامل التجلط اللي هي بتساند البليتلتس او الصفائح الدموية حتى تكون الخثرات او تعمل ريبير للبلد فيزل. هلا ممكن يكون هذا البروسيجر او يصير هذا الكواجوليشن بروسيس ممكن تصير نتيجة extrinsic، خلينا نحكي، او external repair او internal repair بنسميه intrinsic. ايش قصدك يا مس؟ قصدي انه ممكن احنا ان مثلا واحد انجرح، خبط في اشي، ادى هذا الى وجود جرح سطحي او جرح خارجي على سطح الجلد، ادى انه يحتاج الى حضور هدول الكواجوليشن بروتين بمساندة أو مع البليتلست أو الصفائح الدموية حتى نسكر الجرح أو نسكر الشق اللي صار عندنا. هلا ممكن إنه يكون هذا الريبير داخلي، يعني يكون صار مثلا تمزق في الأوعية الدموية أو في جدران الأوعية الدموية الداخلية الموجودة داخل الجسم، مثلا فيزل معين صار اي اشي او اي سبب ادى الى انه يصير في مثلا ليكج او شرخ، فبنضطر في الحاله هذه انه تيجي هدول الكواجوليشن بروتين حتى يعني تسكر هذا وتعمل ريبير للاندوثيليوم. اللي هي ايش الاندوثيليوم قصدك؟ اللي هي الفيزل من الداخل، يعني خلينا نحكي جدار الداخلي للبلد فيزل، سواء كان هذا البلد فيزل فين او ارتري او كابيلاري. المهم هدول الكواجولانشن بروتين هم مجموعة من البروتينز، تمام؟ بنلاقيها دائما في بلازما الدم او بتكون دائما موجودة في بلازما الدم، تمام؟ الفانكشن تاعتها تفورم كلوت حتى تكون خثرة تسكر الجرح الخارجي او تعمل ايش ريبير للدمج فيزل، انها خلينا نحكي تعيد تصلح اللي هو الاوعية الدموية اللي صار فيها شرخ، اللي هي عم بحكي عن الاوعية الدموية الداخلية او داخل الجسم. هلا اذا كان اشي ريبير خارج الجسم رح يكون في عندنا مجموعة من هاي الفاكتورز رح تشترك، واذا كان الخلل عندي او الكلوتس هذه احتاجنا ان نكونها داخل الجسم رح يكون في عندي other factors. هلا هدول البروتينز كلهم بتصنعوا في الليفر، كليتهم بتصنع في الليفر. يا دكتور طب هم كم بروتين؟ هم 13 كواجوليشن بروتين، هم 13 بروتين بيشتغلوا بشكل متتابع، بسموهم كاسكيد او سيريز. شو السيريز؟ سيريز يعني زي كيف المسلسل، يعني اشي متسلسل، اشي بنشط الثاني، واحد بنشط الثاني، زي هيك بحكوا عنهم كواجوليشن كاسكيد. يعني ايش؟ يعني متتابعات او عملات زي سباق التتابع، واحد بسلم الثاني او واحد بنشط الثاني. طيب هدول كلهم حكينا بتصنعوا في الليفر ما عدا فاكتور 8 وفاكتور 4. وما تنصدم اذا عرفت انه فاكتور 4 هو نفسه الكالسيوم، فاكتور 4 هو نفسه الكالسيوم اللي بيشتغل ككوفاكتور لهذه التفاعلات اللي عمالها بتصير عندي. قبل ما ابدا احكي انا عن الفاكتورز واسمائها وكل واحد ايش اسمه، لانه ضروري جدا نعرف كل واحد فيهم ليش اسمه ايش اسمه. ليش؟ لانك انت لما بس تيجي بدك تدرس الادويه او المميعات اللي هي بتشتغل على هاي البروتينات، بدك تكون عارف هذا الدواء والله بيشتغل على البروترومبين. طب اذا انا بعرف فاكتور 2، فاكتور 2 هو نفسه مثلا البروترومبين، مثلا في اشي بيشتغل مثلا على تيشو ترومبوبلاستين، هلا هذا تيشو ترومبوبلاستين فاكتور 3. طب اذا انت مش عارف انه فاكتور 3 هو تيشو ترومبوبلاستين، فهون عندنا بصير مشكله، فانت لازم تكون حافظ اسماء هذه الفاكتورز. المهم نرجع، اذا فاكتورز 8 وفاكتور 4 اللي هم بتصنعوا الا في الكبد. طيب انا كتبت لكم الارقام اللاتينيه وشو معناها، يعني هذا الاي لما تكون لحالها معناها واحد، هنا
اثنين ثلاثة، اللي الاي اللي جنبها في هاي معناها أربعة، الفي لحالها معناها خمسة، الفي اي ستة. هدول الأرقام اللاتينية اللي ما بيعرفهم، مثلا الاكس معناها عشرة، الاكس جنبها اي معناها 11، الاكس جنبها 2 اي معناها 12، والاكس جنبها 3 اي معناتها 13. ف هدول الأرقام للي ما بيعرف الأرقام اليونانية. قبل ما أبلش نحكي عن الباثوي بشكل مفصل، بدي أحكي معلومة مهمة. شوفوا يا سبحان الله، هاي البروتينات بتكون دائما موجودة عندك بالدم بشكل inactive. إيش يعني inactive؟ يعني هي موجودة ومصنعة وجاهزة وكل إشي، لكنها معمولها inactivation، يعني غير منشطة. طب ليش يا دكتورة غير منشطة؟ ليش هي بتتنشط بس خلال الباثوي؟ طب ليش هي اصلا ما يعني ليش ما بتتصنع منشطه وخلاص وجاهزه للشغل هذا؟ احكي لك ليش. هاي البروتينات شو وظيفتها؟ تكوين الكلوتس او تكوين الخثرات. تخيل انها تكون لك كلوتس عمال على بطال، شو رح يصير عندك؟ رح يصير عندك جلطات عند هذا الانسان. هلا انا بدي افيده ولا بدي اضره؟ تمام. فاذا الجسم شو بيعمل؟ بترك هاي البروتينات present in inactive form، بيخليها بيصنعها على شكل شو؟ على شكل inactive. ليش؟ لانها اذا صارت active شو رح تعمل للبادي؟ رح تعمل له harm، يعني رح تأذي البادي. كيف رح تأذي البادي؟ انها رح تكون clots. كيف رح تأذي البادي؟ انها رح تكون clots. بتمنى تكون هاي المعلومة صارت واضحة عندك. لبعد هذا الاشي رح احكي انا وياكم هون، على قبل ما اجي للباثوي رح احكي لكم. انا كتبت لكم وما تخافوا، هاي الاوراق انا رح اصور لكم اياها مع الشرح. هلا في عنا فاكتور 1 هو نفسه الفايبرينوجين، فاكتور 2 هو نفسه البروترومبين، فاكتور 3 اسمه تيشو ترومبوبلاستين، فاكتور 4 اللي هو الكالسيوم، فاكتور 5 اللي هو الليبل فاكتور، فاكتور 6 مش موجود، هو موجود بس لحد هسه يعني هو بضلوا inactive ومش عارفين وظيفته وما له وظيفة اصلا في الكاسكيد هذه كلها او في الباثوي تاعت الكواجوليشن، فما له وجود يعني خلينا نحكي من بين العناصر. هلا الفاكتور السابع اللي هو stable factor اسمه، الفاكتور الثامن اسمه anti-hemolytic factor، الفاكتور التاسع اسمه christmas factor، الفاكتور العاشر اسمه storage power factor، الفاكتور ال11 اسمه بلازما ترومبوبلاستين انتيسيدنت، الفاكتور 12 اسمه هاجمان فاكتور، والفاكتور 13 اسمه فايبرين ستابلايزيشن فاكتور. طيب هلا في عنا زي ما نحكي هلا على شو؟ على الباثوي. هلا الباثوي تمام هي رح تقسم الى اكسترينسيك intrinsic وcommon. شو قصدك يا دكتورة بالextrinsic؟ extrinsic يعني زي ما حكينا لما بدي يكون عندي الربير أو الكلوت إلا بدها تتكون لإشي خارجي أو لإصابة خارجية، يعني واحد خبط في إشي صار له تروما، انجرح من سكينة، انجرح من شوكين، انجرح من أي من قطعة أزاز إلى آخره. مش لازم يلتئم مكان هذا الجرح، لازم تيجي الصفائح الدموية بالإضافة للكلوتينج فاكتور هدول ويكونوا لي الكروس، لكنها مصدر الإصابة كان إيش؟ أو التشو دمج أو الفيسل دمج وين صار؟ صار إشي خارجي، صار إشي إيش؟ إكسترينسيك. الفاكتورز اللي رح يكون إلهم دور في هذه الباثوي هم الفاكتور 3 والفاكتور 7، هم الفاكتور 3 والفاكتور 7. أنا حاولت أكتب لكم كل واحد جنبه رقم. هلأ الانترنسك اذا كانت الاصابه داخليه او الربير اللي انا بدي اعمله داخلي تمام، رح يشترك عندي فاكتور 9، فاكتور 8، فاكتور 11، وفاكتور 12. هلا بدك تفهم شغله، هلا انت سواء ماشي من الاكسترنسك او ماشي من الانترنسك رح توصل نقطه محدده، يعني رح يكون من هون وبعدين من هون رح نوصل لشيء اسمه كومون باثوي. شو قصدك يا دكتوره بكومون باثوي؟ يعني سواء كان extrinsic او intrinsic رح نوقف لنوصل لنقطة معينة وبعدين رح يكملوا الاثنين بنفس الطريقة، رح يكملوا الاثنين بنفس الطريقة. فلما يوصلوا النقطة المشتركة هذه ويكملوا بنفس الطريقة هذا اشي نسميه common pathway. شو يعني common pathway؟ يعني انا سواء extrinsic مثلا مثلا 3 رح ينشط 7، بعدين 7 رح ينشط فاكتور 10، فاكتور 10 هو اول واحد في الكومون. طب لو كانت اشي داخلي او اشي intrinsic فهو
فاكتور مثلا 12 رح نشط 11، 11 رح نشط 9 وهكذا لحد ما نوصل انه 9 بالاخير، 9 و8 رح نشطوا لي 10. ف10 هي النقطه المشتركه اللي بنكمل بعديها لعند تكوين فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين، بتحول للاكتيف فورم من الفاكتور 1 اللي هي الفايبرين او الكلوت. رح نشوف هلا كيف. خلينا ننتقل مع بعض انا وياكم للباث واي. لو انا يمكن انا في ملاحظه كتبتها براس صفحه انه ليش دائما فيتامين كي احنا بنحكي عنه مهم. فيتامين كي دائما زي ما اخذته يمكن في مواد تانية انه الفيتامين كي نقصه بيعمل بليدنج. ليش؟ لانه فيتامين كي مسؤول عن تكوين فاكتور 2 وفاكتور 7 وفاكتور 9 وفاكتور 10. المهم سيبوكم من هذا السطر الاول انا كتبته، ركزوا معي في الباث واي. هلا انا لو بدي يكون عندي اكسترنسك، ايش يعني اكسترنسك؟ يعني انا في عندي تيشو دامج، التيشو هذا وين؟ خارجي. لما بصير دمج بهذا التيشو ايش راح يصير؟ راح يجي عندك او راح يتنشط عندنا الفاكتور الثالث، راح يتنشط عندنا الفاكتور الثالث. مين هو الفاكتور الثالث؟ هاي يعني ثلاثة، هي ها كتبت لك جنبها، هذه هن ثلاثة اللي هو هذا الفاكتور شو اسمه؟ اسمه تيشو ترومبوبلاستين. هلا التيشو ترومبوبلاستين شو راح يعمل؟ راح ينشط لك تمام فاكتور سبعة. هلا انا هذا فاكتور 7 وهو مش متنشط، لما بيجي فاكتور 3 بتفاعل مع فاكتور 7 شو بيعمل؟ بنشط فاكتور 7. هاي الاي يا جماعه يعني اكتيفيتد، يعني الفاكتور اكتيفيتد، يعني هذا فاكتور 7 اكتيفيتد. طيب يا دكتوره فاكتور 7 اكتيفيتد شو راح يروح يعمل؟ راح يروح ينشط فاكتور 10. شايفين هذا فاكتور 10 تمام، هذا فاكتور 7 طبعا اكتيفيتد، اكتيفيتد صار له ايش؟ اكتيفيشن عن طريق مين؟ مين نشطه؟ فاكتور 3 اللي انفرز لما صار في عندي انا دمج في التيشو الخارجي، لما صار في عندي دمج بالتيشو الخارجي. هلا هون رح يصير في عندي ايش؟ تنشيط للفاكتور 10 عن طريق مين؟ عن طريق الفاكتور 7. طيب انا ليش كاتبه هون كلمه كومون؟ لانه انا لو بلشت من الاكسترنسك او من الانترنسك رح اوصل لهي النقطه المشتركه. هلا انا رح اشرح الانترنسك اول بعدين رح اكمل على الكومون اللي هو نفسه بالنسبه للجهتين. هلا الانترنسك انه انا يكون في عندي انجري تو بلاد فيزل في اللومن. شو يعني لومن؟ يعني في داخل او بطانه البلاد فيزل صار في عندي دمج معين، هذا الدمج رح على طول شو يعمل؟ رح ينشط فاكتور 12، رح ينشط فاكتور 12. هلا الصوره الاكتيفيتد او المتنشطه من فاكتور 12 تمام، سوكم من هاي تمام، راح تنشط ايش؟ راح تنشط فاكتور 11. هذا فاكتور 11 مش متنشط، هذا فاكتور 11 مش متنشط، راح يصير ايش عندنا هنا؟ نشيط او راح يصير الاكتيف فورم منه. طب احنا ليش بدنا ننشطه؟ لانه الفاكتور 11 الاكتيفيتد فورم منه راح تنشط مين؟ راح تنشط يا جماعه فاكتور 9، راح تنشط فاكتور 9. هلا فاكتور 9 تمام بالإضافة لفاكتور 8 المنشط. هلأ فاكتور 8 تمام، شوفوا فاكتور 9 المتنشط مع فاكتور 8 المتنشط مع الكالسيوم اللي هو الفاكتور 4، وما تنسى انه الكالسيوم هو نفسه فاكتور 4، مع البليتلتس تمام رح ينشطولي مين؟ رح ينشطولي فاكتور 10. رح ينشطولي مين؟ رح ينشطولي فاكتور 10، رح ينشطولي فاكتور 10. هلأ فاكتور 10 تمام رح يجي عليه مين؟ رح يجي عليه فاكتور 5 مع الكالسيوم مع البليتلتس او الصفائح الدموية، مع البليتلتس او الصفائح الدموية رح شو يعملوا؟ رح ينشطوا فاكتور 2. هلا فاكتور 2 اسمه بروترومبين وهو مش متنشط، طب وهو متنشط بصير اسمه ترومبين، بصير اسمه ترومبين. هلا فاكتور 2 بدوره تمام رح يروح ينشط فاكتور 1، رح نروح ينشط فاكتور 1 اللي هو الفايبرينوجين حتى يتحول لفايبرين اللي هو طبعا خلينا نحكي الاكتيفيتد فورم اوف فاكتور 1، الاكتيفيتد فورم اوف فاكتور 1، ويكون الفايبرين اللي هي الخثره او الكلوت. هلا الكلوت هذه حتى تصير هيك حلوه واموره وثابته وستيبل تمام بيجي عندك مين؟ فاكتور 13 تمام. فاكتور 13 طبعا يا جماعه الخير شو وظيفته؟ هو ستيبلايزنج فاكتور فور كلوت، يعني هو فاكتور بيثبت الكلوت، بيخليها ثابته، بيخليها متماسكه مع بعضها البعض، وبيسمح لعدد زياده من البليتس او من الصفائح الدمويه انها تثبت معها. طيب هلا في بس ملاحظتين صغار. الملاحظه الاولى فاكتور 8 لما تنشط تمام مين نشطه؟ نشطه
active form من factor 2. طب دكتورة كيف؟ انت حكيتي انه factor 8 رح يجي قبل factor 2. طيب بيكون في بقايا من factor 2 كمية بسيطة activated في البلازما، هي بتروح تنشط factor 8 وبتنشط factor 5. انا بعرف يا جماعة انه الموضوع شوي بده، تمام، هو بس بدك تحفظ مين بنشط مين، بس لازم تكون فاهم تمام شو يعني activated وليش ليش عم بصير له activation. مش هم من الاول مش activation حكينا، لانه اذا هم يضلهم في صورة الactive form رح يضلوا يعملوا لي كلوتس في الجسم ويعملوا لي جلطات ويصير سكر عندي أوردة وشرايين وأصير أنا في مشكلة كتير كبيرة. طيب هلأ في عنا بس هيك معلومة حلوة حابة أضيفها، تسمع في ناس عندهم مرض الهيموفيليا أو مرض اللي هو بضلهم ينزفوا، هدول الناس بيكون عندهم إذا هم من نوع هيموفيليا A بيكون عندهم نقص في الفاكتور الثامن، وإذا نوع من هيموفيليا B بيكون عندهم نقص الفاكتور التاسع. هذه معلومة بس لكم فقط لكم. هيك أنا بكون خلصت شرح عن الباثوي هذه، يمكن الصورة في كتابكم غير شوي، لكن انا حاولت ان افصلكم اياها بالطريقه الممكنه. هاي مثلا هون الفاكتور 5، يعني حتى تكون اموركم الامور عندكم واضحه. هاي فاكتور 2، هاي فاكتور 2 اكتيفيتد، وهاي حكينا طبعا هاي نفسها 1، هاي 1 اكتيفيتد. بس حبيت انا انها تكون الصوره اوضح بالنسبه لكم. يعطيكم العافيه.